مرحبا بروفيسور، بشكل عام الكارتات ما سألت سؤال معين على كل كارت، خليت الطاقة تكون حرة عشان أخلي الطاقة مثل ما يقولون توصف نفسها عشان أحصل أحسن إجابة، أحسن من إني أسأل سؤال معين عشان نلفت الانتباه للنقاط اللي فعلا محتاجين أن نحددها. وأيضا يوجد الجانب الذي يتحدث على أو عن شريك المستقبل. عزيزي برج الثور، أرى أنك حاليا في مرحلة انتظار، أنت حاليا في مرحلة أربع الخماسيات، هو الرجل الذي ماسك الخماسيات قريبا منه ولا يريد أن يعطيها لأي أحد ولا يريد أن يستثمر في أي أحد. يعني اللي قاعد أشوفه أنك حاليا ماسك الأمور جدا قريبا من قلبك، تنتظر في مرحلة انتظار أن يأتيك شخص ويستثمر فيك، لأن الخماسيات ترتيبها من 1 إلى 10، فأنت الحين في مرحلة الأربعة ولكن مثبت نفسك مثل اللي متجمد في وضعك، لا تنمو ولكن في نفس الوقت لا تخسر، عندك خوف من الخسارة أو من المضي قدما، فحاليا تنتظر أن أحد ما هو الذي يأتي على فارس، اوكي، على فرسه الابيض وينقذك ويعطيك الخماسي او يكمل حياتك ويكون عندما تحتاجه، الا وهو الخماسيات الستة الباقية لكي تصل الى العشرة. العشرة هي مرحلة الاستقرار، السعادة، الاسرة، الحلم الذي تحقق. ولكن التارو يقول لك عزيزي ان هذه المرحلة بالنسبة لك يعني خلاص كتب لها أن تصل فقط إلى هذا المستوى. يعني هذا الرحلة احتمال يكون عندك شخص معين أو عدة أشخاص كخيارات كارتباط، أو أنك تفكر في شخص معين تنتظره يرجع لك من الماضي، أو تنتظر، أشوفك قاعدة تنتظر بالضبط أن شخص معين يأخذ اتجاهك أنت خطوات، لأن أشوف الهيرمت الزاهد هو الذي متجه نحوك، فأنت تنتظر أو تتطلع أن هذا الشخص هو يأخذ تجاهك أنت خطوات، هو الذي يأتيك يعطيك يكمل باقي الخماسيات عندك، يعرض عليك الأشياء اللي أنت طالما حلمت فيها، الزواج، الاستقرار، بغض النظر ما هو حلمك وتفاصيله، أنت عارف ما هو حلمك، هذا اللي قاعد أشوفه، ولكنك في انتظار لهالشخص. أنت كنت تقول له ما هي خطوتك القادمة، قاعد تسأل هاي الشخص ما هي خطوتك القادمة، شنو راح تسوي، انت مو شو اقول لك، انت مو حاط امل كبير على هالشخص، ولكن في نفس الوقت انتظارك قاعد يكلفك وقت ثمين، لان انت حاليا متجمد، مو قاعد تروح للامام، مو قاعد تمشي، متجمد حاليا في وضعك. فيقول لك التارو هذه المرحلة كتب لها أن تصل فقط إلى هذا الحد. ثمانية الأكواب يعني أنت فعلا تعبت لحد ما وصلت لهاي المستوى احتمال مع هذا الشخص، يعني أنت باقي لك كوبين وتختم هاي العلاقة أو تختم هذا الهدف مع هذا الشخص، يكون يعني وصلت لمرحلة النهاية بالنسبة لك، ولكن على أرض الواقع أنت فقط في مستوى الأربعة. وعشان تستطيع أنك فعلا تلاقي الشخص اللي تتمناه لازم تفهم هذه النقطة من التارو. يقول لك هذه المرحلة أو هذه الأكواب ما راح تزيد عن 8، هذه مرحلة كتب لها أن تكون مع هذا الشخص بهذا المستوى. لا تعلق آمالك، لازم تكون هاي اللي قاعد اسمعها، لازم تكون عندك شجاعة كفاية. فعلا انت لحد الان وصلت مرحلة الثمانية، تعبت كثيرا مع هذا الشخص، استثمرت وايد، انتظرت وايد، علقت امال. الاكواب بالنسبة لي هني امال، الامال مو سهل انك تبتعد عنها، مو سهل، علقت الكثير من التوقعات على هذا الشخص او هاي العلاقة الحالية اللي عندك، او احتمال تكون في الماضي القريب، استثمرت الكثير عاطفيا ونفسيا مع هاي الشخص، ولكن
استجمع كل شجاعتك أو قوتك وإيمانك إن هاي المرحلة خلاص وصلت إلى نضوجها مع هاي الشخص. مو كل شخص يدخل حياتنا مكتوب لأن يبقى إلى الأبد. بعض الأشخاص دخولهم مهما علقنا عليهم الأمال أو استمتعنا بالوقت أو حسينا أن تفهمنا معهم، بعض الأشخاص دخولهم يعطينا درس، يعطينا درس إحنا محتاجين نتعلمه عشان ننبق ضمن في الرحلة اللي راح توصلنا للشخص المعين اللي جبالنا. وحتى السولميت والتوين فليمز، مو كل سولميت، كل إنسان عنده كذا سولميت طبعا، مو سولميت واحد، ومو كل سولميت يدخل حياتك الغرض أو القدر كاتب له، الله كاتب له أنه يبقى. لا، تجارب الحياة تثبت هذا الشيء. وإذا كنت عزيزي منتظر أن هذا الشخص يأتي تجاهك يعطيك ما حلمت به أو ما تتمناه، احتمال أنه فعلا يأتي لأن الزاهد أو الهرمت أو المتصوف متجه نحوك يقابلك، ولكن في نفس الوقت ليس لديه أي شيء يعطي، ما يقدر يعطيك ولا شيء. الزاهد هو عبارة عن شخص لا يملك ولا شيء سوى المصباح الذي في يده أو الفنر، وعنده رحلة، عنده رحلة طويلة. فالسؤال، هل ستنتظر أن هذا الزاهد ينتهي من رحلة يعني التصوف والبحث عن الذات وتحقيق الأحلام ومن ثم، أو راح تقرر أنك تنسحب بكل شجاعة، سواء كان شخص معين أو أشخاص ثانيين؟ بعض منكم عزيزي برج الثور أرى أن أكثر الأشخاص اللي راح تصادفونهم في الفترة القادمة راح يكونون فعلا هم يأتونك على أساس أنهم يطلبون القرب والارتباط والحب والعلاقة، يعرضون عليك هاي الأشياء. بس السؤال، هل يقدرون يعطونك شيء في العلاقة؟ الزاهد لا يملك شيء عزيزي سوى يمكن حكمته في الحياة. أنت تبحث عن استقرار، عن زواج، عن شخص مستعد يبني معاك، ليس عن شخص في رحلة البحث عن ذاته. وهذا من الذكاء العاطفي أن تعترف وتقيم كل شخص على حدة. فماذا سيكون قرارك؟ أنت أخبرني، لأن أن ترحل عن جميع الأكواب، ممكن يكون الثمانية كلهم أشخاص وخيارات عندك، أن ترحل عن ثمانية أكواب عدة أشخاص كذا مرة، ترحل عن أشخاص لا يشبعون رغباتك، لا يعطونك ما تتمناه في الحياة، ليس الشريك المناسب أن تبني معه وتبتدي معه حياة، ترى ليس بالأمر السهل. أنا أتفق معك، ليس بالأمر السهل، ولكن هو فعل ما يستلزمه عشان توصل إلى سعادتك الحقيقية على الجانب الثاني. هل ستختار مثلا أن ترضى بالأقل؟ إذا كنت ستختار أن ترضى بالأقل، فالزاهد تقدر تعيش معه على الأقل شيء، بس دائما بصعب. شلون أنت راح تعيش معه؟ أنت أصلا في مرحلة الأربعة لا تريد أن تعطي، تريد الشخص أن يكملك، الشخص أن يعطيك، متوقع من الطرف الثاني أنه يضيف إليك، ومثبت نفسك على هذا الوضع. وهذا الشخص مثل ما قلت لك، أو الأشخاص احتمال اللي يأتون في حياتك الفترة القادمة، ترى مجرد عابرين سبيل. الزاهد، الزاهد في رحلة لا يتوقف كثيرا، مجرد محطات معينة يستجمع فيها قواته، يأخذ قوته وما يحتاج من المحطة ويكمل رحلته. فأيضا رسالة لك أن لا تعتبر كل شخص يدخل حياتك غرضه البقاء، مستحيل. هذا الشخص، شوف الصورة عشان أقربها لك، هذا الشخص في رحلة ذاهب إلى مكان، قاصد مكان، يمكن حتى ليست لديه وجهة محددة، وهذا هو المؤلم. هل ستظل تنتظر الشخص هكذا؟ أو أنك
راح تستطيع أنك تتخلى عن الاستقرار اللي حققته لنفسك لحد الآن، من نجاح وظيفي، من استقرار أسري، من حياتك الجميلة اللي حققتها لحد الآن، وتسمح لشخص لا يوجد لديه شيء يضيفه في العلاقة أن يدخل وتعتبر شريك. الشريك بمعنى الشراكة، أن يكون مكافئا لك. هذه الشراكة غير متكافئة حاليا. والتارو اليوم طاقته جدا صريحة، وأنا هنا لكي أخبرك الحقيقة. ولكن الجانب المشرق يقول لك التارو، إذا كنت شجاعا بما فيه الكفاية لأن ترحل أو لا تقبل، يعني أكثر اللي أشوفه أن أهم متجهين تجاهك، بما معنى أن العروض تأتيك، أشخاص هم اللي يدخلون في حياتك أكثر ما أنت اللي تبتدي وتدخل في حياتهم. ولكن عليك الرحيل من أجل نفسك. لا تسميه أن الرحيل من أجل إيجاد شريك أفضل، لا. أول شيء توجد نفسك، لأن أنت توك طالع من مرحلة شوي صعبة. فأول شيء توجد نفسك، تثبت نفسك، تكون مستقر، وهذا اللي قاعد يقوله لك المرحلة القادمة إن شاء الله. ومن ثم الأمور بروحها، كل الأمور راح تجمع بعض الفترة القادمة، ممكن تكون قريبة، ممكن تكون بعيدة، كل واحد منكم رحلته تختلف عن الثاني. ولكن الرسالة المهمة لك في الجزء الأول، يجب أن تكون شجاعا بأن تعرف أول شيء، يسأل نفسك أنا عن من أبحث، ما هو الشخص، ما هو مواصفات شريك أحلامي، أب رائع، زوج متفاني، رومانسي، دائما موجود في البيت ويهتم بتربية الأبناء معاي، ما هي المواصفات، وأدخل شوي في التفاصيل، تعمق في التفاصيل. ممكن يكون عنده صاحب بزنس حتى لو صغير ولكن ناجح، إنسان طموح حتى لو كان لا يملك الكثير من المال لكن يملك طموح، ما هي المواصفات التي تبحث عنها؟ إذا حددت المواصفات أوتوماتيكلي كل شخص يأتيك ويكون غير مناسب لك، راح تعرف أنه مو الشخص المناسب، راح يكون أسهل لك بدل ما تظل في علاقة وتستثمر فيها وقت وتحس أنها ما مشت إلى الأمام وتأخذ من وقتك وطاقتك وجهدك، راح تقدر بكل سهولة تنسحب من علاقة وثنتين وثلاث إلى ما لا نهاية، لين ما تجد الشخص المناسب اللي مكتوب لك تكون معه. كل ما ابتعدت أسرع أو انسحبت أسرع من الأشخاص الخطأ أو الأشخاص اللي مو مكتوب لك تنتهي معهم في شراكة، كل ما وصلت إلى الشخص المنشود أسرع. أوكي، إذا حين انسحبت، السؤال، إذا حين انسحبت أو قررت أنك ترتب حياتك من جديد، ما الذي سيحدث؟ المرحلة القادمة راح تكون بداية جديدة إن شاء الله، راح تروح من 4 بنتكلز إلى 3. بعضكم يمكن يشوفون أن أنت راح ترجع للوراء، لأن قبل فترة كان عندك احتمال للزواج، احتمال للارتباط، احتمال للحياة الكريمة، راح ترجع للوراء. ولكن العكس الذي سيحدث، المرحلة القديمة توقف نموها، توقف نموها خلاص، لكن المرحلة الجديدة هي التي ستكون مثمرة. عندما تبتدي أنت تبني، تبتدي تبني، تحط طابة على طابة، طابة على طابة بالأساسيات الصح في حياتك، هذا الذي سوف يثمر. أول شيء اللي قاعد أشوفه لك، هي عندك 3 الخماسيات في المرحلة الجديدة. هذه المرحلة جدا مثمرة أكثر مما تتصور، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعوضك عن فشل أو خذلان في السابق أو حلم معين لم يتحقق بأمور ثانية. أشوفها أمور أكثر تكون على الصعيد العملي، البزنس، الأهل، محيطك، الناس، قبول الناس لك، محبة الناس لك. ممكن تبتدي أي بزنس بسيط في الفترة القادمة، أي شيء عملي حرفي، أشوف في حرفة، في يعني عمل باليد، أشياء يدوية بسيطة، أو حتى في مجالك في الوظيفة، أي شيء مشروع تبتدي صغير راح يثمر بسرعة وأسرع مما تتوقع. راح تكون هي مكافأتك على الانسحاب.
أولا سوف تحقق الرخاء المادي لنفسك، يعني وهذا الشيء أشوف أنك ما تتوقعه، لأن دائما تنظر إلى الأربعة أكثر من الثلاثة وأفضل، تنتظر هذا الجانب هو الذي يثمر، ولكن الإثمار مكتوب لك في هذا الجانب، هذا الكرت، هذا المجال. فجرب هذه بعد ما تطلع من هالمرحلة، تكون بالنسبة لك مرحلة تجارب ليست مرحلة قرارات. هذا اللي قاعدة أسمعه، مرحلة تجارب، تجرب مشروع مشروعين ثلاثة، تشوف أنت في شنو ناجح، في شنو لقيت نفسك، في شنو أنت تسويه بسعادة. في نفس الوقت ممكن تحول إلى شيء جدا مثمر مربح له إمكانية في المستقبل. هذا الشيء البسيط أشوف أنه راح يتحول إلى شيء جدا كبير، يعني بذور صغيرة راح تتحول إلى احتمال ثلاث شجرات ضخمة، وراح تكون جدا مشغول توفق بين كذا شيء في الحياة في وقت واحد. عندك ثلاث خماسيات، يعني ثلاث أمور أساسية مهمة في الحياة تشغلك في نفس الوقت، فبالطبيعة راح تكون جدا مشغول ومنغمس في ذاتك، وهذا شيء جدا إيجابي. هاي المرحلة هي المفتاح، لما أنت تركز على نفسك تبتدي تحس بقيمة نفسك وذاتك، وأنك تبتدي تتحقق وتسوي وتنجز في هاي المرحلة، أنت أوتوماتيكلي راح تتحول إلى ما يسمى ملكة الأغصان. ملكة الأغصان، ملكة جدا عندها صاحبة كاريزما تجذب الانتباه إليها. في ناس يجذبون الانتباه بطريقة لبسهم، شعرهم، شكلهم الخارجي. أنت راح تجذب الانتباه في الفترة ما بعد ثلاث الخماسيات، راح تجذب الانتباه بما حققت لذاتك. أكثر الناس راح يكونون منبهرين بأنت برج الثور الذي حققت لذاتك، والقصة التحذيرية اللي كانت في هاي الجانب أنت خايف منها راح تكون مثل القصة اللي تسردها عن أيام نجاحاتك. احتمال لأن أحس أن في أشخاص معينين راح يخوفونك أو ما ينصحونك، أو لحد الآن يحاولون يعطونك أمل أن هاي المرحلة لها مستقبل، بس لما في النهاية تستوعب أن أنت لازم تبتدي المرحلة الجديدة، يوم من الأيام راح تلتفت وتقول هاي القصة وتذكر الناس بالمرحلة السيئة اللي أنت كنت فيها أو الغير مرضية، خلينا نقول والمرحلة الحالمة اللي أنت وصلت لها اللي هي فعلا واقع ليست حلم. ملكة الأغصان، ملكة تعرف ما تريد وتحقق ما تريد، يعني مثل قصة الشاطر حسن، شاطر، إنسان شاطر يحقق ما يريد، يذهب وراء ما يريد. راح تكتشف جوانب من نفسك بعد ما تبتدي هاي المشاريع أو هاي الأمور في حياتك، راح تكتشف جوانب من نفسك، من شخصيتك ما كنت تدري أنها أصلا موجودة، لم تكن واعي أن هاي الجوانب موجودة، أن أنت قادر أن توصل لهاي المرحلة من الثقة، ملكة جدا واثقة سواء كانت امرأة أو رجل، بغض النظر عن أنت من يا عزيزي، ملكة واثقة متربعة على عرش من إنجازاتها. شوف الانتقال، انت هني مثل ما قلت لك انتقال جدا في الطاقة عكس 180 درجة، انت هني قاعد تنتظر شخص يقدم لك، او تنتظر شخص يرجع لك، او شخص ينجز لك، شخص يحقق لك الحلم في الخماسي رقم 5 6 7 8 9 10 عشان تكتمل سعادتك. لما في النهاية تواجه الواقع أن هذا لن يحصل بهذه الطريقة، فقط لن يحصل بهذه الطريقة، مو أنه لن يحصل مع شخص ثاني أو في وقت ثاني، لن يحصل بهذه الطريقة، ركز على هاي النقطة، سيحصل عندما أنت تدرك قيمة نفسك وتستثمر في نفسك وأحلامك، سواء كانت بسيطة كبيرة على مستوى الدولة، على مستوى فقط الأسرة تبي تنجح علاقاتك الأسرية، whatever إنجازاتك هني لنفسك غير مهمة، ولا ما حد لحق يحكم عليك، لأن وقتها بتكون أنت وصلت مرحلة
إنسان عصامي، كل اللي أنجزته هاي الوقت وكل اللي حصلت عليه من رخاء، من سعادة، من جمال، من تحسين الذات، كل اللي سويته. وأشوف أنه بعد عندك تحسين للشكل، لأن ثلاث الخماسيات راح تثمر، راح تنتج أكثر، راح تكون عندك أموال أكثر تصرفها على نفسك تستمتع فيها، شيء طبيعي. شكلك يتحسن، مثل ما قلت لك ملكة الأغصان جدا تلفت الانتباه وراعية كاريزما، هي الشخص الوحيد الذي لا تستطيع أن تنكر وجوده. ما هي الإنجازات التي ستكون في المستقبل بالنسبة لك أنت؟ على أي صعيد؟ عاطفي؟ راح تدرك أن مثلا أنت تستحق أفضل من الذي كنت راضي به في السابق، أو على صعيد الشكل تكتشف أن أنت بالعكس تقدر تكون جدا أجمل إذا اشتغلت على زوايا معينة، أو إذا غيرت شكلك بطريقة معينة، شعر الطويل أكثر، شعر أكثر، لون هذا يلبق لي أكثر. غض النظر، هني مرحلة اكتشاف قاعدة أشوفها بالنسبة لك، إعادة اكتشاف مواطن القوة في الذات، مو مواطن الضعف. مواطن القوة راح تشتغل عليها، وهي اللي راح تشعل الناس، نار، طاقة رؤية، ضوء ساطع، ما في أحد يقدر ينكر وجودك. أو احتمال يكون على الصعيد النفسي، أنت قبل كان عندك صراع داخلي بشأن ما أفعل، أسوي ما أسوي، هاي كله يأتي من جانب عدم الثقة بالذات وعدم معرفة النفس. لما تعرف نفسك تعرف بالضبط ما ستختار من أجل نفسك. على الصعيد الروحاني احتمال حتى، ليش ما يمنع، لما تلاقي أشياء أكثر تسعدك على الصعيد الروحاني أنت أيضا تحسنت، صرت تتأمل، صرت تصلي، صار عندك كونكشن، ما يمنع. أي صعيد راح تنجح فيه، أنت اللي تحدد ما هو اتجاهك، ولكن يجب أن يكون اتجاهك للأمام. عزيزي، في وقت الزحمة، أثناء ما أنت جدا مشغول، حقق ذاتك، جدا مشغول بمشاريعك القادمة، يعني راح تروح أشوفك من مرحلة ثلاث الخماسيات إلى مرحلة جدا بزي، ما عندك وقت، الكل قاعد يتقاتل على الوقت، يعني عندك عدة أمور لازم تهتم فيها حالا، اتصال من هني واتصال من هني ومسج من هني وفاتورة من هني، جدا مشغول. أسس لنفسك شيء كبير، وصل إلى مرحلة شوي كبيرة، الأشجار عندما تكبر يبي لها اهتمام وعناية، راح تكون بزي، هاي اللي قاعدة أشوفه، بزي بالاهتمام بنفسك وبالاهتمام بما أنجزته. البذور الصغيرة اللي كبرت تحتاج اهتمام، فأنت راح تكون بزي في هاي المرحلة، في هاي الوقت راح تلتقي بشخص أيضا أنجز الكثير، أو أنجز أيضا عصامي، خلي أقول لك أيضا عصامي. احتمال اللي أشوفه أنك راح تلتقي عن طريق يعني معرفة، احتمال في مجال التجارة، في مجال البزنس، الوظيفة، لأنه هو أيضا إنسان حقق لنفسه. الماجيشن هو الساحر، كرت الماجيشن هو الساحر الذي يمتلك الغصن، يمتلك الخماسي، يمتلك الكوب، يمتلك السيف، يمتلك أيضا السولجان وعلامة الإنفينيتي اللامحدودة. بما معنى هذا الشخص بارع في أي شيء يقرر أن يفعله، أيضا على صعيد الوظيفة والتجارة والأعمال راح تشوفه مثلك يعني، أو يمكن حتى أفضل منك، جدا ساطع، ضوء ساطع، مميز، إنسان عنده كل الأجوبة وأي شيء يطلب منه يفعله. احتمال يكون في البداية تنظر إليه أنه هو أقل منك، لأن أشوف شوي نظرة الملكة شوي فيها غرور، يعني يمكن أنت تعبت جدا عشان وصلت لهاي المرحلة، فشوي يحق لك أن تكون شوي مغرور، شوي تنظر له نظرة دونية في البداية. ولكن عندما تكتشف
الساحر عنده تريكس، عنده خدعات، ولكن مو بالجانب السلبي، بالجانب الإيجابي. عندما تكتشف هذا الشخص ما الذي يقدر على صنعه، شنو يقدر يسوي بالأشياء البسيطة، التولز، الأدوات البسيطة التي يملكها. يعني يملك من كل عنصر من أربعة العناصر واحد، ولكن عندما يجمعهم مع نفسه يستطيع أن يحقق المستحيل. هني نظرتك راح تتغير حق هالشخص، راح تبدي إعجابك فيه، راح تبتدي تحترمه. ولو أنك في السابق تنظر له مجرد نظرة هو شخص أشوفه في مجال العمل، في مجال التجارة، في مجال البزنس تبعي، مجرد هاي النظرة. وهو أيضا راح يكون شوي مشغول، ولكن الفرق أنه هو سيلاحظك قبل أن تلاحظه. مثل ما قلت لك، نظرتك راح تكون شوية دونية، ولكن النصيحة، الفترة القادمة أو بعد القادمة، بعدها بمراحل، يعني فترة اللي تحس أنك وصلت إلى ملكة الأغصان، لا تفقد اتصالك بالحاضر وبالواقع، لا تظل كثيرا نظرتك إلى المستقبل. لأن إذا نظرت كثيرا إلى المستقبل أصلا لن ترى هذا الشخص في محيطك. يعني ستكون جدا مشغول بنفسك وإنجازاتك، وشايف حالك لدرجة أن هاي الشخص رح تشوفه جدا صغير، جدا تحتك، لن تراه أصلا، رح يكون مثل في الكواليس بالنسبة لك. فانتبه، إذا حسيت نفسك وصلت لمرحلة متربع على عرش إنجازاتك، هاي هو الوقت اللي تبتدي تلتفت حق اللي حولك، حتى لو كان ظاهرة أقل منك في الإنجازات. تأكد أن هاي الشخص لو نظرت لنظرة ثاقبة راح تكتشف أن لديه الكثير من الأشياء اللي يقدر ينجزها. مثل الساحر، أي شيء يضع فيه ينجزه، تكنولوجيا، حرفة، بزنس، علاقات عامة، إنسان مبدع في أي مجال يدخل فيه. وهاي جدا شريك مناسب، جدا شريك راح تكون بينكم العلاقة متساوية أو متكافئة. ليش أقول هالشيء؟ لأن الطاقة العامة في نهاية الكاردات two of fire، كارت الغصنين. مثل ما تشوفون في الصورة، في شخصين، أوكي، مع بعض، كل واحد يملك غصن. فتخيل الصورة أنها أقرب إلى ساحر وملكة الأغصان يجتمعون مع بعض لبناء حياة مشتركة، وجدا الطاقة متكافئة. يعني الجوانب التي أنت بالعادة تحتاج فيها المساعدة، هو هذا الشخص يكون لك السند، الظهر، الشخص اللي تستند عليه وقت الصعوبات، أو وقت اللي عندك استشارة. مع أنه احتمال يكون مو كبير في السن، ولكن جدا شخص تثق فيه، يستاهل أنك تثق فيه، وشخص تسند ظهرك إليه. وبالعكس، هذا الشخص عندما يريد أن يلهم، يعني لما يدور عن الإلهام، عن الأفكار الجديدة، عن الأفكار مثل ما احنا نقول المولعة، الأفكار الخلابة، راح يأتي لك أنت. أنت راح تمثل له هاي الجانب، الإلهام، التقدم راح يكون، يعني دائما أنت راح تكون في العلاقة الشخص الذي يحدد الوجهة القادمة، الرحلة القادمة إلى أي بلد، الاستثمار القادم في أي مجال. هاي الأمور أنت راح دائما ترجع لهذا الشخص في الجوانب اللي تحس أنه تحتاج فيها إلى النصيحة، إلى التأكيد. أنت أوريدي ترى شوي عنيد راح تكون، لأن برج الثور فيه شوي عناد. أنت راح تكون أوريدي مقرر عن أمور معينة بخصوص حياتك، ولكن راح تسوي نفسك كأنك تستشيره، كأنك تطلب مساعدته عشان يكون فعلا يعني شراكة، أو تدخلون مع بعض يعني كمتساوين ومتكافئين. لأن أنت عارف أن هذا هو السعادة، أن شخصين متكافئين يدخلون في شراكة، يبنون مع بعض. فرصة جدا جميلة، يعني هاي اللي أشوف لك الواقع صراحة، أن الواقع راح يكون جميل إن شاء الله بإذن الله. راح أسحب لك آخر كارت تبع النصيحة، نشوف شنو يقول. طبعا
أول كرت بالعادة يسقط أو ينقلب أختاره. شوف شنو النصيحة حق برج الثور. شريك أنا عشان كذي ما أخذت الأوراق أمام الكاميرا لأني أخذ وقت جدا طويل. لا أرضى أن أختار الكرتات من هاي الجانب إلا عندما تسقط أو تنقلب، وعندي شروط شوي غريبة. لازم الكرت يكون بروحه، الكرت يكون سولو. إذا الكرت يكون مع مجموعة من الكرتات أيضا لا أخذه، إلا إذا كان أحس يناسب القراءة. Consider your foundation exactly. بالضبط بالضبط. شنو قلت لك برج الثور؟ بالضبط. Consider your foundation. الأربعة، رقم الأربعة دائما يرمز إلى الأساسيات. مثل ما قلت لك، انظر إلى وضعك الحالي. هل تحس أنه فعلا فيه نمو إلى الأمام؟ هل تحس أنه راح ينفعك أن تنتظر أكثر، تستثمر أكثر؟ أنت عارف أنه راح تخسر.